مرحبا بكم. بطبيعة الحال الموضوع ديال الساعة اللي هو الموضوع ديال الندوة الصحفية التي أنجزها السي بدراوي المرشح الجديد لرئاسة فريق الرجاء البيضاوي المرشح الوحيد. بطبيعة الحال كانت في مركب الوزيز وكانت عرفت ما عرفت من ناحية التنظيمية، ولكن من ناحية المضمون ومن ناحية الأفكار التي تم يعني مناقشتها واستعراضها من طرف المرشح الجديد هي افكار جد نيره وافكار يعني نالت رضا الجماهير الرجويه ونالت نصيبها كذلك من الاطمئنان على مستقبل الرجاء اذا ما طبقت هذه الافكار بحذافيرها. سميتو بالنسبه لداكشي اللي وقع في الندوه، داكشي يعني هناك جوج الاجزاء، كاين السي بدراوي يهضر على ما هو لان الندوه كانت لاستعراض مشروعه المستقبلي. المشروع كاين فيه ما هو اداري وكاين فيه ما هو تقني. بطبيعه الحال الاداري دائما يؤثر على التقني، وراه قالها هو وعاوده، راه كيقول لك بانه الا ما كانش الاموال وما كانش الامكانيات الماليه وكانت مشكل في اداء المستحقات وكذا الى اخره، فاللاعبين كيتاثروا ذهنيا وكيكون عندهم مشكل باش يركزوا في المقابله. اذا دائما الاداري كيكون عنده الاسبقيه. غنبداو بالفيديوهات اللي كدوي، لان هذيك الندوه قسمتها الى فيديوهات صغيره، وكل هذوك الفيديوهات اللي كيدويو على كل ما هو اداري غندوزوهم الاولين، وعاد من بعد ندوزو لما هو تقني، وديك الساعه نفتحوا المجال للاخوه اللي بغا يناقش معنا. غيكون معنا الاخ الصحفي اللي هو الشاهي، غيعطينا الراي ديالو كذلك، ومن بعد غندوزو الاخوه الاخرين. مرحبا بالجميع. على كل حال قبل ما نبدا الاستعراض ديال الفيديوهات، عندي ثلاثه نقاط كملاحظات اوليه قبل بدايه هذيك الندوه، يعني ارتساماتي حول ما وقع بمركب الوزيز. فالسؤال الاول عندي هو لماذا تم اختيار مركب الوزيز لهذه الندوه، مع العلم انه كانت هناك احداث وقعت بعد الغاء الندوه الصحفيه الاولى، وبالتالي كان هناك امكانيه ان تقع تشنجات، امكانيه يكون اقبال كبير للصحفيين، وهذا سوف بطبيعه الحال يؤثر على مؤدى تلك الندوه وعلى حتى على سمعة السي بدراوي كمرشح جديد وشخص يعني يبشر بمستقبل جديد لفريق الرجاء البيضاوي. فالسؤال الذي اطرحه، فكنعرفوا البدراوي جديد على المركب، ما فايتش ليه دخل الوزيز، ما كيعرفش الوزيز، تيعرف الرجاء من بعيد كيبغيها وي كيتبعها، ولكن ما عمرو دخل الوزيز وعرف المعمعات الوزيز، وما عمرو شاف ربما عمرو شاف القاعه، لانه شفناه دار واحد الجوله قبل من بدايه الندوه، دونك ما عمر عرف القاعه ديال الاجتماعات وديال الصحافه ديال الندوات كيفاش دايره. فطبيعه الحال انت ملي كدير واحد الدعوه، ماشي ما كايناش اون سيليكسيون، كاينه دعوه مفتوحه لجميع الصحافه، فخصك تنتظر بانه على الاقل غتجيك، الا ما جاتكش غتجيك واحد 800 حتى ال 1000 صحفي تقدر تجيك، لانه وكاين المنابر اللي كيصيفطوا اكثر من صحافي، كاين المنابر اللي كيصيفطوا واحد ناطق بالعربيه وواحد ناطق بالفرنسيه. بحال خدينا لوبينيون، بحال خدينا العالم يصيفطوا لك واحد بالعربيه، ويصيفط واحد ديال الفرنسي ديال لوبينيون. شوف دابا البيان كذلك يصيفط لك واحد بالعربيه واحد الفرنسيه، يعني على الاقل غتعول واحد جوج صحفيين من كل منبر، هذا زياده على مصور صحفي كذلك غيجي باش ياخذ لقطات من اجل مواد الجريده، بزاف ديال الاحتمالات. دونك انا السؤال الذي اطرحه، لماذا هل هناك غياب لمستشار اعلامي في فريق الرجاء البيضاوي؟ لماذا الناس اللي هما على الاقل مسيرين في الرجاء والناس اللي هما تقنيين بحال مثلا الناس مكلفين الموقع ديال الرجاء والصفحه ديال الرجاء، واش على الاقل عندهم دي نوسيون ديال لانفورماتيك، دي نوسيون على لورغانيزاسيون، فواش ما كانش، علاش حتى شي واحد فيهم ما حاول يوقف مع هذا السيد هذا البدراوي ويوجهه، يعطيه نصائح، يقول له ودي شوف راه الندوه ملي علمت عليها وقلتي الوزيز، حنا نقول لكم واحد القضيه، انا بغيتي الوزيز راه كاين اون مويان اللي ما خصكش تفوتها، مثلا ديال واحد 25 30 نقولوا حتى 40 كاع صحافي ما خصكش تفوتهم، لان حتى باش نوفروا لهم كلاسه ونوفروا لهم ليسباس فين يجلسوا، ما يوقعش واحد المشاحنات، ما يوقعش مشاكل. فما كاينش اللي يقول هذه الهضره، فكاني بالمسيرين في الرجاء الحاليين يعني هناك انفصام بينهم وبين هذا المرشح، كان هذا المرشح ما حاملينوش، كان هذا المرشح نزل عليهم بحال القضاء. إذا هناك ابتعاد خلاو ليه يعني بغى ينظم الندوة وهذه وكذا إلى آخره، عطاه الثالوث قال له ها الثالوث ها هو عند سيكوريتي تكلف، ولكن حنا نسانا كأننا ما كاينينش، وهذا الشيء اللي وقع، وشفنا بأنه ما كان حتى شي واحد
معاه، فقط كان معاه في الأول كان الحداوي، وكان معاه هذاك الممثل اللي هو ربما تسولي. أنا أطرح السؤال، وهذا هو السؤال الثاني، ما موقع الحداوي والتسولي من الإعراب؟ يعني اش كانوا كيديروا في مركب الوزيز؟ حنا كنعرفوا بأنه هاد جوج الناس ما يمكنش يكونوا أعضاء في المكتب الموسيقي، بل أن شي واحد في الأعضاء في المكتب من اللائحة ديال البدراوي ما حضر. حضر هو بطبيعة الحال معاه ناس اللي ربما كيكونوا معاه ربما في الشركة ديالو، كارد كور هذا، شي واحد مسؤول في شي حاجة ما عرفتش شكون، المهم الناس وجوه جديدة، ولكن ما تنظنش كان معاه شي واحد من المسيرين أو من الناس اللي غيكون معاه في المكتب المديري. إذا ما دام هاد السيد جاي بوحدو غادي ندوى شخصية، فالحداوي والتسولي اش كانوا كيديروا؟ كيبقى السؤال مطروح، واش هاد الناس هادو واش هو اللي طلب منهم يجيو؟ واش هما صدفة تاجاو عارفين ديال الندوة مشاو تلاقاو تما ربما فرضوا نفسهم؟ فأنا أطرح السؤال، فأنا كنتمنى غير كنفتح هذا القوس، كنتمنى أنه يعني حيت كنعرفوا أنه الحداوي سيت ان اكس جوار، الحداوي واحد الإنسان اللي كيدخل راسو في الشبوقات، ما كنعرفوا ديك العقلية تاع درب السلطان داكشي، كنعرفوا ديك العقلية ديال كيبغي يدخل راسو زعما نزعم زعم تاكل اللحم، هي دي بهذا المعنى. ف حنا تنعرفوا واحد القضيه، يعني الا كان حضر هو بصفته يعني ممثل ديال اللاعبين القدامى ديال الرجاء، قدماء الرجاء، فاللي عنده الصفه راه هو بوشلوان. بوشلوان هو رئيس الجمعيه، جمعيه قدماء لاعبي الرجاء، هو ابو شلوان. دونك الا كان شي واحد حضر باسم الجمعيه هو ابو شلوان، وهذا في حاله اذا استدعاهم البدراوي. اما الا ما استدعاهمش راه كتسمى انت بحال داك الطفيلي، شي داك الطفيلي اللي ما عاد عليه حتى شي واحد خاشي نيفو، هو هذاك. هذه الاولى. النقطة الثانية، كنتمنى أن البدراوي ما يفتحش المجال شي واحد يجي يبدا يدير لنا المحسوبية، لأن وجود الحداوي تما كاين احتمال أنه يجي يهضر على ولده، ولده كونزرق وازرق وازرق. إذا السي البدراوي إلا كنت جبت تقنيين، أي تقني جبتي غيبان ليه ولد الحداوي زرق في حراسة المرمى. فاحنا ما بغيناش شي واحد يجي يبدا يلصق فينا بحال السكوتش، باب واسع قداش هو عطاه الله الفراقي فين يمشي، يعطوه بريطي يمشي يعطينا باتساع. هذا بالنسبه للحداوي. الحداوي واضح الموقف ديالو من داك النوع اللي ماشي ما عندوش الكاريزما ديال الرجاوي. الحداوي واحد الانسان اللي هو مع كل شيء، ما عندوش داك المشكل، هو مع الجهه الاخرى ويهني الجهه الاخرى ويحضر معاهم ويدخل معاهم. وراك شتي ديال بلاصتو في الجامعه مده، هو لاصق في داك المنتخب ديال الكره الشاطئيه. علاش؟ لانه هو ماشي من النوع ديال الرجاوي حار، هو رجاوي اياه، ولكن الرجاوي يقضي الغرض ديالو مع ناس اخرين ما عندوش مشكل. دونك بحال هذه النوعيه هذه بغينا نقطعوا معها، بغينا نقطعوا هذا المصران، بغينا اللي رجاوي حار هو اللي يكون في الوازيس، باش من هنا السي البدراوي يعرف المواقف ديالنا ويعرف الافكار ديالنا. الله يرحم الوالدين.